الله تعالى وبركاته، الأصدقاء إخوان، والله إني أحبكم في الله. موضوع جديد، طرح جديد مع أخوكم عبد اللطيف. إخوان، غنمشيو لإنحصار البيضة في البطن ديال الأنثى. بزاف الإخوان تيشريو جويجة، ولكن هاد الجويجة ما تكونش عندها ليكسبيريونس، ما تكونش عندها واحد التجربة، وتضيع لينا الانثى. ما تنعرفوش كيفاش نتعاملوا معاها وتضيع لينا الانثى. الان اخوكم عبد اللطيف هاد الدرس هذا، ان شاء الله غنوريكم فيديوهات كيفاش غنجبدوا البيضه من البطن ديال الانثى، وكيفاش نقدروا نعتقوا الانثى، وكيفاش نقدروا نعطيوها شي مواد طبيعيه ومواد اللي تقدر تكون عندنا في المنزل ديالنا وحنا ما عارفينهاش. اولا الاخوان، غنمشيو الانثى ما عندهاش الاكسبيريونس، ما عندهاش، جبنا جويجه ما عندهاش الاكسبيريونس، حطيناها في سيباري، بدينا تنخدموا بها الاخوان، بدات تبيض، حسينا بها تبدا تبيض. اول حاجه الاخوان، غنعطيوها زيت زيتون، الماء في زيت الزيتون، قطرات تاع زيت الزيتون، غنديروهم في الماء 5 قطرات، او غنديروا الاخوان الخس ونديروا فيه زيت الزيتون، الخس ونكبوا عليه زيت الزيتون ونحركوا داك الخس مزيان ونعطيوه للانثى. هذه باش تكون عندنا واحد التجربه، باش هذيك الساعه تسهل اخراج البيضه من البطن ديال الكناري او البطن ديال جميع الطيور. اخوان، بالنسبه لاخوان غتشوفوا معنا هذا الفيديو، هذه انحصار البيضه، كيفاش غنتعاملوا معها. هذه كاينين بحال هادو اللي غنشوفوا دابا في الفيديوهات، عندهم الاكسبيريونس او الصاحب اللي تيربي الطيور عنده واحد التجربه كيفاش يتعامل مع الطيور فاش تتقرب تبيض، كيفاش غنتعامل معاها. غنعطيها زيت العود، غنعطيها الخس، غنعطيها بزاف د الحوايج اللي غيسهلوا فاش تخرج لنا البيضه بسهوله. نمشيو واحد ما عندوش تجربه او ما عندوش واحد الاكسبيريونس، غتضيع ليه الانثى ديالو، كيفاش غنتعامل مع الانثى اللي غتضيع ليا الاخوان. بحال الطريقه، بحال الفيديو اللي غتشاهدوا معنا، صافي سال الوقت، صافي الانثى غتضيع لينا. اش غنديروا الاخوان؟ حيت الا ضاعت لينا، الا ما جبدناش البيضه من البطن ديال الانثى، تتوفى لنا الانثى. اكثريه بعض الاخوان تعيطوا ليا، اكثريه منهم الاخ سامي خويا عبد اللطيف، راه الانثى ديالي راه صافي، راه غتموت غتودع. ماشي مشكل، تمشي انا عنده حتى المحل ديالو، تنشوف الانثى، تندي لها زيت العود في البطن ديالها في المخرج ان شاء الله، وتنبقى نجبد بشوي بشوي، غتشوفوا في الفيديو غنجبد بشوي بشوي بشوي، وان شاء الله تنعتقوا هذيك الانثى هذه. وبغيت كاملين تكون عندكم هذه التجربه، وكاملين تكون عندكم هذه الاكسبيريونس الاخوان، وان شاء الله غتشوفوا الفيديوهات. وتا واحد الان ما غتبقى تضيع عليه الانثى ديالو، الحمد لله. كانت عندها تجربه راه مزيان، ما كانتش عندها تجربه، انت غتكون عندك تجربه. هذا هو الموضوع ديال اليوم، هذا هو الدرس ديال اليوم، اخوكم عبد اللطيف. واي اقتراح واي درس الاخوان بغيتوه كتبوا لي في الكومونتير، وراه ان شاء الله راه اخوكم عبد اللطيف احبكم في الله. الله ييسر الجميع، والله يحفظكم من ا حتى زد الى موضوع قادم ان شاء الله.